اهلا بحضراتكم من جديد. انضمت لنا في الاستوديو بنرحب بيها نادين الدولات لكابتن فريق السيدات وايضا نجمه النادي الاهلي في تنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا مرسي. في البدايه طبعا بحب ابارك لك. هو كابتن اشرف طبعا مكمل معانا من الفقره الاولى و ببارك لك على الانجاز الكبير ده. يمكن انت كان ليكي قصه، يعني انت طبعا كنت نجمه مصر ومنتخب مصر وبطلتي سنه او سنتين ورجعتي تاني، احكي لي القصه. هو انا بعد ما رجعت من 2016 اولمبيكس ريو كان عندي مشكله في ركبتي، كانت قاعده معايا 3 4 سنين، وبعدين بعد الاولمبيكس بقى كانت خلاص وصلت. كان عندي خشونه تحت الركبه، تحت الصابونه في الركبه. تبقى قرحه مش خشونه ولا لا؟ كانت واصله الخشونه وكان محتاجه صنفره، وكان وصلت للغضروف في حته اتكسرت، يعني كان في حاجات كتير كده، فكان لازم عمليه. عملتها وبعد كده بعد ما رجعت لسه قبل بطوله الجمهوريه اكتشفت ان انا حامل. والله فعلا بيبي. بالظبط ما شاء الله. بس فطبعا ده وقفني سنه ثانيه بقى، اول ما حملت وولدت ورجعت تاني، رجعت العب بعد 3 شهور ورجعت بقى كابتن اشرف. بس ايه التحدي ده؟ طبعا الاهلي صراحه كان في ظهري جدا، وبصراحه طبعا كانوا بيساندوني جدا، وحتى انا رجعت بعد 3 شهور من بعد ما ولدت وكانوا معايا على طول، واي وقت بتمرن فيه وسوفيا طبعا معايا في التمرين. والحمد لله يعني ربنا. ابنك اسمه ايه؟ بنت صوفيا. سوفيا. طيب وهي كام سنه دلوقتي؟ سنتين ونص. بسم الله ما شاء الله كبرت. طب يا كابتن قول لي، يعني انت شفت في نادين ايه؟ قلت لها لا ووقفت جنبها عشان ترجع وعملت ايه؟ نادين نجمه النادي الاهلي طول عمرها، يعني هي ودينا مشرف كانوا طالعين مع بعض على طول ومنافسه بينهم، وبعدين كبرت وكملت، وبعدين حصلت الاصابه بتاعت ريو ديت، هي دي اللي وقفتها شويه الفتره بتاعت السنتين اللي قالت عليها. عملت العمليه وقدرت ترجع، واحنا عشان ثقتنا فيها ان هي تقدر ترجع وعندها الامكانيات اللي ترجعها، احنا اصرينا ان هي نبقى في ظهرها ونبقى معاها لغايه ما الحمد لله رجعت. والسنه دي قامت بدور كبير جدا في مكسب الدوري السنه دي. لقطات ليك يا وهي بتلعب وانت بتلعبي صح؟ ايوه. وبس يا كابتن انا جايب لك شهاده على الهوا اهو من كابتن اشرف، يعني لا شهاده كبيره كده من المطبخ من جوه. طب قولي لي، يعني كلميني عن الانجاز الكبير السنه دي، انتوا عملتوا انجاز مضاعف طبعا. وكان ليكي دور كبير، كابتن اشرف كان بيتكلم معايا في الفاصل، انت ككابتن فريق لميتي شمل الفرقه. كلميني عن انجاز السنه دي. هو السنه دي طبعا كانت صعبه جدا. في ايه؟ اولا لان احنا خسرانين السنه اللي فاتت. ثانيا السنه دي من الدوري القليل جدا اللي بيبقاش الماتش الجامد واحد بس هو ماتش الزمالك، لا احنا كان عندنا ماتش الاسماعيلي كان فرقه جامده جدا، جزيره الورده اللي لعبنا معاهم فاينل، المعادي اللي لعبنا معاهم فاينل في الدوره الاولانيه، والزمالك. فاحنا اصلا 4 من 7 ماتشات جامده جدا، مفيش ماتش تاني. وحتى واحنا بنلعب مع المعادي انت مش عارف مين اللي هيكسب، الزمالك ولا جزيره الورد، فالموضوع كله مفيش اي حاجه مضمونه. وده فعلا اول مره العب دوري بالشكل ده، يعني دايما بيبقى احنا والزمالك او احنا والزمالك والانتاج الحربي مثلا زمان، لكن 4 ماتشات من 7 بيكونوا بالصعوبه دي، لا ده كان حاجه جامده جدا. انا كمان صور ليها هي في الماتشات. طبعا أنا اصغر منك بس انت محتضناها بشكل كبير. طبعا هنا اكيد طبعا اكيد. طيب قولي لي، يعني برضو كان بدايه الموسم برضو غياب دينا مشرف طبعا، سفرها في المانيا بتلعب، برضو ده في وقت احنا خسرين السنه اللي فاتت برضو كان ده حاجه اصلا طبعا. بالنسبه لي مختلفه جدا لان انا متعوده العب مع دينا على طول سواء كان في المنتخب او في الاهلي، فهي وجودها بيطمني وانا وجودها معاها بيطمنها طبعا. الاثنين بيطمنوا بعض بالظبط. فان انا العب من غيرها يعني ده كان حاجه بالنسبه لي، بس الحمد لله يعني ربنا وفقني، وبقيه البنات كلهم صراحه كانوا قد المسؤوليه جدا، حتى البنات اللي خسرت ماتشات عملوا اقصى حاجه عندهم فعلا، واتحطوا في مواقف صعبه جدا وهم اول مره يتحطوا في المسؤوليه الكبيره دي، لانه طبعا صدمات كبيره يعني. صحيح. بس بصراحه كانوا قد المسؤوليه والحمد لله يعني. بس خليني اقول لك انت صاحبه عزيمه قويه. ليه؟ لان انت اولا كان عندك مطبين جامدين جدا، المطبين دول ممكن بنات كتير بيصطدموا بيهم بيبطلوا. الاصابه واصابه صعبه يا كابتن، يعني خشونه تحت الصابونه دي من الاصابات اللي مداريه وصعبه. بالظبط. وبعد كده ان انت رزقتي بطفله برضو ده كان بيخلي ناس كتير تبطل. أكيد. بس عندك عزيمه حديده. مش بس كده، مش بس العزيمه، هو كمان دور جوزي في الموضوع ده يعني كبير جدا، لانه هو ما بطلش، او ان هو عارف ان انا اقدر اعمل اكتر من كده. هو رياضي هو رياضي ومنتخب مصر اصلا سابقا تنس طاوله، احنا نعرف بعض من تنس طاوله كويس جدا يعني. بالظبط. فهو يعني
تقبله للموضوع وتشجيعه ليا، وانا اوقات بحس ان انا مش هقدر، يقول لي لا هتقدري وهتكملي وهتعملي اكتر من كده. فدي طبعا حاجه نجاح، دي حاجه دي تعمل لها حلقه، دي لازم لازم حلقه ليه النجاح دي تعمل لها حلقه لوحديها طبعا. العمل سمعني ولازم بجد، لا دي حقيقه. وصراحه والدي ووالدتي طبعا هم ابطال افريقيا، وحتى اخواتي. انا عايزه اقول لحضرتك يعني وانا في البطوله سوفيا طيب مع اخويا شويه مع اختي شويه، كلهم بيساعدوني، ومن غير ده انا ما اقدرش اعمل الكلام ده خالص يعني. بصراحه انت بتسيبي الفضل النجاح بتاعك ده للي حواليك، ده اكيد 100%. وطبعا النادي الاهلي وكابتن عادل وكابتن اشرف وكابتن احمد، لان انا بشتغل الصبح وبعد كده عندي صوفي وجوزي وعندي تمرين بالليل، فطبعا السكادجول بتاعي صعب جدا. فممكن مثلا يوم اجي الساعه 10 كابتن عادل بيستناني ونلعب، يوم الساعه طب انا هاجي الساعه 5 عشان ما فيش حد يقعد مع صوفي بعد الظهر، هيجي لي بدري ونلعب مع بعض. فهم بصراحه لا يعني والله الحمد لله انا محظوظه جدا، والله محظوظه جدا فعلا. لا دي تعمل لها حلقه لوحدها. يعني نادين قالت كلمه حلوه، احنا السنه اللي فاتت كنا خسرانين وكان العبء كبير. انت عملت ايه بدايه الموسم؟ يعني انت بالنسبه لك العبء بيبقى بدايه الموسم عشان تسطب الدنيا. احنا عندنا ثقه كامله في الفريق بتاعنا، نفس الفريق ما غيرناش حد، ما فيش حد زاد عليه، يمكن بس عايده رجعت من المانيا، فهي اضافت بقت اضافه للفرقه. وكان عندنا ثقه في بقيه الناس كلهم. يعني انت ما حاولتش تعمل حاجه غير ان الموجودين انا هشتغل معاهم ولادنا. لهم ولادنا. نادين لو كانت قالت انا عايز اتمرن 7 الصبح كنا عملنا لها تمرين الساعه 7 الصبح. يعني احنا بنحاول نيسر الامور لكل واحد عنده ظروف، بحيث ان الدنيا تمشي، بحيث ان التمرين يشتغل، التمرين ما يقفش. عنده بقى امتحانات، عنده شغل، عنده حاجه في ظروف في اي حته، بنحاول ان احنا نساعده علشان في الاخر نقعد هنا. وخلي بالك يا كابتن، يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي محبب اللاعبين واللاعبات فيك. ده اكيد ان انت مقدر ظروفهم، وان هم سعداء بيك، وان هم وان انت دايما بتقدم جهازك عن نفسك، جهازك الفني اللي بيساعدك دايما، واللاعبين انت بتقدمه عن نفسك. طبعا رجالتي، فاحنا بنحييك يا كابتن بجد والله. ما ينفعش يعني تعمل لنا استنساخ كذا واحد من اشرف فتاح كده يعني نستغله كذا. والله النادي الاهلي فيه كتير اشرف فتاح. طبعا انا بهزر يعني، لكن النموذج مشرف جدا يا كابتن. خلينا اجي لك يا نادين برضو، يعني اكيد في لحظات في الموسم بتبقى صعبه، يعني في ماتش بيجي اقول ده عنق الزجاجه، ده كان يعني حسيته بيه امتى؟ هو طبعا الفتره اللي ما بين الدوره الاولى والدوره الثانيه دي بالنسبه لي كانت اصعب فتره في الموسم، لانه طبعا كان فرق قليل جدا ما بين الاثنين، كان اقل من اسبوعين. احنا خلصنا يوم الجمعه وسافرنا يوم الثلاث. ايه ده انتوا قعدتوا 3 ايام بس؟ يعني احنا ريحنا لا احنا رجعنا الخميس سوري احنا رجعنا الخميس، ريحنا الخميس والجمعه رجعنا السبت على طول التمرين. لا خالص، ما فيش وقت للريكفري، ما فيش وقت حتى الواحد ينزل من الانبساط بتاع الفوز، لانك لازم تنزل طبعاً وترجع تشتغل تاني. فده طبعا كان صعب جدا. حاولت ان انا نعمل زي احتفال صغير كده مع بعض في التمرين، وقلت لهم يا جماعه احنا محتاجين نشد تاني، لان انا فعلا مش عارفه اشد، فانا محتاجاكم تشدوا معايا، لان موضوع صعب ولازم هم يعرفوا انه صعب عشان يعني يتشجعوا ان احنا نعديها مع بعض يعني. فده بالنسبه لي كان اصعب فتره في الموسم. بس بصراحه البنات كلهم يعني ما شاء الله بيساندوا بعض، ساندوني جدا وبيشجعوا وكانوا قد مسؤوليه بصراحه. يعني انت خريجه ايه؟ دي هندسه. والله العظيم انا وحياه ربنا، طب والله لا انا ما اعرفش، بس انا قعدت وعايز اقول، انا بقول انا مهندس، فانا عمال اجيب اصل بيحصل، بص في شراره بتطلع اصلها كده. يعني هندسه ايه طيب؟ كمبيوتر. والله العظيم بص يا كابتن، ما هو لازم العقليه دي كده تبقى منظمه ومميزين دايما ما شاء الله. بص يعني لا يا جماعه بجد لازم حلقه تانية في الموضوع ده يعني بجد. يعني بص خلي بالك، انا حسيت من الكلام ان في ترتيب وفي شغل وفي دماغ مترتبه، فلازم دي تبقى ده نادين العيله كلها هندسه. بصراحه كمان احنا كلنا بنفكر بنفس التفكير، نفس كلنا نفس ده عذاب يعني. هتلاقي كل العيله بتتكلم باللوجيك وبتاع ده يعني. بابا ماما برضه مهندسين. مهندسين كهرباء. انا مهندس كهرباء والله. انا بقول لك انا نفس المعاناه. بعد كده يا كابتن لو سمحت بقى يعني بقول لك يا كابتن بس عشان ايه ما بقاش اتفاجئ على الهواء. بس ده نموذج، يعني انت نموذج لاي لاعيبه ناشئه. شكرا والله. اللي الدراسه ما بتعطلش، لا خالص. الصعوبات اللي بتقابلك ما بتعطلش اي حد عايز يبقى حاجه. لا خالص. يعني بصي دراسه 5 سنين هندسه وما ادراك ما هندسه، تطلعي اصابات، لعبتي اولمبيات، بجد رحله شابوه. يعني ربنا بجد سعيد بيكي جدا. ميرسي والله. انا طب خلينا نقول يا كابتن، اكيد ليها نادين طموحات، انت طموحاتك ايه؟
طموحاتي مختلفه شويه عن اي حد مثلا ممكن يقول افريقيا، لان اخذتها اولمبيكس طلعتها بطوله العالم، دخلت دور 16، انا عملت حاجات كتير الحمد لله. بس انا يعني طموحاتي ان انا اتشالنج ماي سيلف، ان انا اتحدى نفسي واوصل لحاجات. عايز اعرف انا فعلا اخري فين، لان انا حاسه ان انا عندي كتير اقدمه بالظبط. فانا واخدها تحدي، انا هعمل بالظبط يعني طريقي مفتوح وهمشي بالظبط. وجوزي مساندني وهو عايز يعرف برضه احنا نقدر نوصل فين مع بعض. عايزين نعرف اسمه عشان نحييه. احمد عبد الباري ده مستشار، المستشار احمد عبد الباري. لا طبعا لازم نحييه، طبعا لازم طبعا، انت حاجه كبيره جدا. بس فطبعا نفسي طبعا اسافر الاولمبيكس تاني ونحقق اكتر. يعني دخلت 64، لا ان شاء الله ممكن اوصل لاكتر من 64 بطوله العالم، اكيد نفسي فيها واكتر منها كمان. فلا يعني طموحاتي كبيره شويه. احنا معاكي وبنشجعك وبنسبورت ليك وان شاء الله تبقى حاجه ان شاء الله. ميرسي. كابتن، مستقبل السيدات ايه في النادي السنه الجايه؟ انت شايف الامور ازاي؟ يعني هل هتحتاج دعم؟ هل ممكن الادينا مش رجعت؟ يعني شايف الدنيا ازاي؟ لا دينا ما اعتقدش ان هي ترجع، لان انا سمعت او قريت ان دينا احترفت في الدوري الفرنسي، اتنقلت من الدوري الالماني راح الدوري الفرنسي. ما اعتقدش ان دينا معنا السنه الجايه، انما نادين وجود نادين ووجود بقيه الفرقه، هنا ومروه ومريم وساره وفريده وعايده واميره، في حد تاني كل دي الفرقه كلهم ولاد النادي وكلهم بيكملوا معانا وكلهم على قد المسؤوليه يعني ان شاء الله. فمش مش محتاج دعم. طب حد طلع لنا من تحت يعني ما شاء الله، هنا طبعا الصاعده بقوه الصاروخ، ولكن يعني هم مش طالعين، مش اول مره يطلعوا، هم طالعين من السنه اللي فاتت ساره وفريده، بس يعني ان شاء الله يبقى لهم دور اكبر السنه الجايه ان شاء الله. هم يعني احنا عندنا من الثمان بنات هنا وساره وفريده، هم ناشئات اندر ايج بالظبط. بس السنه دي يعني السنه اللي فاتت بالنسبه لهنا كان اول مره تتعرض للدوري واخدت الصدمه، والحمد لله عدتها. السنه دي بتلعب بثقه اكتر. ساره يمكن السنه دي هي كانت بالنسبه لها صدمه الدوري، بس اعتقد السنه الجايه اكيد هي يعني بالظبط هيبقى مستوى اعلى من كده بكتير. طب انت عينك برضو على الفرقه نادين برضو، يعني انت شايف الفرقه الثانيه هتجدد هتعمل يعني برضو، انت تبقى عينك على نفسك وعين على المنافس او عين على المنافسين. شايفه الامور التنقلات ايه؟ هو بصراحه يعني هم حتى لو فضلوا زي ما هم برضو خطر كبير. يعني احنا كسبنا الدوري والدوره الاولى والدوره الثانيه بس الحمد لله كانت كل الماتشات مش مضمونه خالص يعني. يعني انت شايف ان حتى ستيل بالوضع ده برضو المنافسه شرسه بدون اي تنقلات وبدون اي دعم؟ بصراحه يعني. بصراحه محتاجه تمرين جامد وتركيز وترتيب، ولا الموضوع صعب يعني. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. طب يا كابتن، انت قلت لي عندك كاس مصر بعد رمضان او رابع يوم العيد، فطبعا كده رمضان دخل معاك في شقه يعني معنى الكلمه يعني. طيب بعد انتهاء كاس مصر، المرحله اللي بعد انتهاء كاس مصر ممكن تعمل ايه؟ هل الدوري بيبقى عندك فتره تدي شهر او اتنين راحه سلبيه؟ تضحكت يا كابتن عشان ما بيحصلش. انا فكرتك بالمستقبل الاليم. هو لو الامور مشيت طبيعيه هيبقى عندنا انديه افريقيا 2-7 1-7. فما فيش مجال ان احنا ما بيحصلش الراحه. انا بس عايز اضيف لفريق البنات، احنا نسينا يسرى اشرف حلمي طبعا لعيبه من اللاعبات الاساسيين اللي عندنا في المنتخب. هي مش بتعتبرش الناشئه، هي يسرى سيدات اساسي. طبعا طبعا ما شاء الله. طب يا كابتن، انت شايف ان بطوله افريقيا ممكن تتلعب ولا هيبقى صعب؟ لان انا في بطولات كتير انديه في العاب اخرى اتلغت ما تمتش يعني. انا لغايه يعني اخر يعني مكالمه مع رئيس الاتحاد الافريقي زميلنا الباشمهندس خالد صالحي يعني قال لي الموضوع ممكن ما يبقاش سهل يعني تلعب. هو منتظر بس ان الدوله تعلن ان هي عايزه تستضيف. مين في مصر ولا بره يعني؟ انت اي بلد في افريقيا؟ طب في بلد اتقدمت لاستضافتها؟ حتى الاندس. طيب ما هو انا بدي الكلام اللي بقوله لحضرتك، لو مصر مش هتتقدم باستضافتها وتدي الجرانتي هيبقى صعب طبعا ان هي هتعمله بنظام البابل والكلام اللي مصر بتعمله. ما هي دي المشكله في نظام البطولات اللي بتتعمل، محتاج توضيبات معينه وتجهيزات معينه، ممكن البلاد الافريقيه مش. طب هل انت ممكن تفكر كرئيس جهاز يعني، خلي بالك برضو لو قرر مثلا، انا بحلم يعني، بقول يعني فرضا ان النادي الاهلي قرر يعني مثلا، انا ما عنديش معلومه يعني عشان الناس ما تقولش ان قناه الاهلي بتقول، انا بقول مثلا يعني لو النادي الاهلي قرر الاستضافه، انت تحب تلعبها ولا تفضل؟ هو طبعا يعني لو تتعمل في مصر احسن لك. طبعا يعني تبقى حاجه كويسه ان هي تتعمل. طبعا هتبقى حاجه كويسه ان هي تتعمل عندنا في مصر، ان نقدر نظبط امور الفرقه واولاد وبنات ونشارك ان شاء الله. احنا حاملين اللقب في البنات، والولاد احنا خدنا مش البطوله الاخيره، خدنا قبل الاخيره.
طب انت نفسك تشاركي فيها نادي؟ اه طبعا طبعا نفسي جدا. انا للاسف ما لحقتش اللي فاتت دي، بس اللي قبلها واللي قبلها لعبناهم، خدنا اول انا ودينا. طب هو البطوله دي بتبقى اكيد في يعني انت بتحتكي مع قماشه ثانيه يعني افريقيا، بس بتهيألي احنا رقم واحد ولا في احنا رقم السيدة؟ واحد طبعا، بس بيبقى في شويه صعوبات من نوادي نيجيريا. قبل ما انا اطلع السنتين دول كان الكونغو كان فريق جامد جدا، لانه كانوا مجنسين بنتين من الصين. الصين طب يعني الصين نروح منها فين؟ بس على فكره بس على فكره كسبناهم على فكره، والله العظيم كسبناهم 2016 او 15 كسبناهم 3-0. انا كسبت اول ماتش ودينا كسبت تاني ماتش ويسرى كسبت تالت ماتش. ده برافو. يعني انا مش عارف بقى الصين جايه ورانا في افريقيا، طب نروح فين يا كابتن؟ الصين في كل حته في العالم، في الطاوله في كل حته في العالم. يعني حاجه يعني كل بلد في اوروبا عندها واحد او واحده صينيه بالظبط متجنسين. وابتدوا دلوقتي يخشوا على افريقيا بقى. ما حتى انا كنت سمعت قبل كده ان حتى في دول في افريقيا بتستعين ب طبعا. انا بتكلم على الانديه، الانديه افريقيه وانديه عربيه بيستعينوا بلاعبين صينيين، ولعينه بيستعينوا بلاعبين صينيين على اعلى مستوى رانكينج، والرانك بتاعهم عالي. يعني البطوله الانديه العربيه اللي مش اللي فاتت اللي قبليها كان في تونس، جايبين واحد صيني من السبع الاوائل على العالم. بالظبط. يا خبر ابيض، ده ايه يا جماعه؟ الكومبيتيشن بتبقى شديده جدا جدا جدا. بس ان شاء الله يعني اكيد لو اتعملت هتشارك. سيد نشين كذب على فكره، انا عارف. فاحنا عداها ان شاء الله. انا فاكر وزيد حتى يعني كان بيحكي لنا يوميا انه حتى الجهاز الفني ما قالوش حاجه، قال له يلا يا ابني توكل على الله. لا الشوط في الثاني في الثالث وكسب كسب. فالحقيقه بتبقى يعني بتبقى تاريخ، وتبقى زي ما انت قلتي المستقبل قدامي. عايز اشوف، عايز اكمل اشوف اخر فين. تحدي كبير طبعا، تحدي كبير. وخلينا اقول لك برده يا كابتن ان نادين مش هي بس اللي انتوا طبعا واقفين جنبها، اكيد ظروف اللاعبين الباقيين اكيد في طلبه. طبعا. يعني امتحانات انا بقول لك احنا عندنا كل حاجه، اللي عنده شغل، اللي عنده امتحانات وجامعات، اللي عنده مدارس عندنا كل حاجه الحمد لله، بس نقدر نغطي الامور ديت، ما تبقاش عندنا مشكله يعني. طب ودعم النادي يا كابتن الاخبار؟ النادي طبعا دعم غير محدود لفريق تنس الطاوله، سواء من مجلس الاداره او من كابتن رؤوف عبد القادر. كل طلباتنا بمجابة طبعا، والدعم النفسي ده طبعا ليه دور كبير، ان هم يطمنوا على فريتك ويتصلوا بيك وهنبارك لكم بعد ما تكسبوا ان شاء الله، وشدوا حيلكم الحاجات ديت، وبنقلها احنا للعيبه. طبعا بيبقى ليها عامل كبير جدا ان هم اللعيبه تبقى عندهم الحاله النفسيه عاليه في الماتشات. نادين بتحس بالدعم ده برضو؟ ده اكيد اكيد. يعني كابتن رؤوف بجد يعني هو مساندته لينا بتبقى قريبه، وكذا مره قبل كورونا للاسف يعني كان بيجي لنا الصاله كتير قبل الدوري او قبل انديه عربيه انديه افريقيه، بيتكلم معانا ويشجعنا، وكان بيسافر معانا، سافر معانا الكونغو برضه افريقيا. ولا يعني هو دايما قريب مننا جدا، ودايما بابه مفتوح الصراحه، اي حد بيبقى عنده اي مشكله دايما هو بيشجع، لا يعني تعالوا نتكلم ونلاقي حل وبنحل كل حاجه يعني بصراحه. وعايز اقول لك ان ده برضه بينعكس على بقيه اللاعبين حتى الصغيرين لما بيحسوا بالدعم جدا جدا، بس انه عايز يأدي اكتر من كده. اكيد طبعا. نادين والله انا سعيد بيكي جدا، والله انا سعيده. عدى سريعا، وانا يعني ما كنتش يعني اتخيل يعني ان انت بالعزيمه دي، بس بشكرك، نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك على هذا. الله يبارك فيك. ميرسي قوي. شكرا. ميرسي كابتن اشرف، انت عريس الليله طبعا، عريس هذا الانجاز الكبير. في حد ثاني يا استاذ؟ لا يا كابتن، احنا عاوزين عريس الحدث عشان بس يعني ما نبقاش من عمق الدنيا. فبنشكرك طبعا وشرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك، وان شاء الله نبارك لك على كاس مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شاكرين على الذوق. اعزائي المشاهدين، الحقيقه دي كانت من الحلقات اللي الحقيقه انا استمتعت بيها، واتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا بيها. كل سنه وحضراتكم طيبين. بعد بكره ان شاء الله رمضان انتظرونا، اكيد احنا في الابطال يمكن في رمضان ممكن مش هنكون متواجدين معاكم، لكن هنكون متواجدين بشكل اخر ان شاء الله. انتظروا وتابعوا شاشه قناه النادي الاهلي عشان تعرفوا هنكون معاكم ازاي. بشكركم، شكرا جزيلا.